أخبار اليوم. في مؤتمر أمراض الكبد النهارده كان لنا لقاء مع الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو مدين، رئيس قسم الأمراض المستوطنة والكبد بطب القاهرة. برحب بحضرتك في بوابة أخبار اليوم. في البداية دكتور، حضرتك حابين بس حضرتك تعرفنا عن مرض الكبد وأعراضه، وإزاي كإنسان عادي أو مريض عادي يكتشف إن هو مصاب بأمراض الكبد؟ هو بداية الكبد المصري منذ عصور سحيقة بيعاني من أمراض كتيرة جدا وهو مستهدف. الكبد المصري كان ضحية مرض البلهارسيا عدة قرون من الزمان، وظهر الآن في العصر الحديث ضيف آخر قاتل كئيب يسمى الفيروسي، فأصبح الكبد المصري مستهدف الآن بمرض البلهارسيا في الأرياف، وأيضا بالإصابة التليفية نتيجة ضعفتها نتيجة الإصابة بالفيروس الكبد. وهناك أمراض أخرى للكبد مثل الكبد الدهني وبعض إصابات أخرى تصيب الكبد، ولكن على رأسها الآن هو حوالي 12 مليون مصري مصابين بفيروس الكبد. الوقاية من هذه الأمراض، طبعا البلهارسيا انحصرت إلى حد كبير في الزمن الحالي، وأصبح البلهارسيا عدد المصابين بها أقل من الماضي نتيجة القضاء على القواقع داخل المجاري المائية والأنهار في مصر نتيجة تلوث المياه. يعني احنا اللي قضينا على البلهارسيا بتلوثنا المياه، بان احنا قضينا على القواقع الناقله لهذا المرض اللي هو البلانوربس والبايمفيلاريا. واصبح القاتل الكئيب الموجود حاليا هو الفيروس سي، ولله الحمد في الاونه الاخيره وجدت بعض العقارات التي يعني حققت نجاحا كبيرا في القضاء على هذا المرض. طيب ازاي انا كانسان عادي او مريض احس باعراض فاقول انا ممكن اكون مصاب بمرض في الكبد، مثلا سواء دهون الكبد او تليف او ما الى ذلك؟ يعني ايه حضرتك اعراض مثلا تقول انا ممكن اكون مصاب، يعني تقول المريض في الوقت ده توجه وشوف صوتك لان كده ممكن تكون مصاب بامراض كبد. حقيقه اللي انت بتقوليه ده سؤال مهم جدا. المريض بيصاب بارتفاع بنسبة الصفرة، يعني صفار البولي بغامة، أحيانا ألم في البطن مع قيء، وأحيانا كثيرة إذا حدث نسبة تليف عالية وارتفاع ضغط الوريد البابي تكون دوال المريء بيبقى من ضمن أعراضه القيء الدموي. والقيء الدموي من ضمن الأسباب أو الأعراض الظاهرة لهذا المرض. السقاء البريتوني، وكل دي أعراض نتيجة الفشل الكبدي. لو إحنا جينا مثلا للإصابة بالفيروس الكبدي سي، هذا الفيروس كسول وبطيء وهو شائع في مصر، كسول وبطيء يأخذ عقود من الزمن حتى يحدث تليف ظاهر في الكبد. الفيروس الكبدي سي يحقق منظومة غريبة أو استراتيجية غريبة في الإصابة، وهو أن هذا الفيروس يتسلل في خفية ليصيب الكبد دون أن يشعر الإنسان، ويحتل الكبد ليجعله مكان للتقاصر فيه، التقاصر عن طريق الاستنساخ، عملية الاستنساخ. فمن يعني من مصلحته أنه ما يدمرش الكبد في بداية المرض علشان انتشاره وتوالده داخل الجسم داخل الكبد. بهذه المنظومة، هذه الاستراتيجية، يطبع هذا الفيروس داخل الكبد عقود من الزمن تصل من 20 أحيانا إلى 30 سنة دون أي أعراض مطلقة، قابع في الكبد. وعندما تتهاوى وظائف الكبد تدريجيا نتيجة زيادة الإصابة تسقط منظومة الحياة في الجسم، وسقوط منظومة الحياة في الجسم معناه بداية ظهور الأعراض. والأعراض معروفة طبعا بتاعت مريض الكبد اللي هو الإحساس بالإرهاق والتعب والإجهاد في البداية، وبعدين تبدأ سقوط منظومة التعامل مع مادة الصفراء فتظهر صفراء في العين،
وبعدين عدم صناعة مادة الألبيومين مع زيادة ضغط الوريد البابي تحدث سائل في البطن نسميه احنا لصقاء البريتون. وبعدين لما تبتدي تتهاوى خلايا الكبد ترتفع ضغط الوريد البابي وتتكون دوالي في المريء والعيان يصاب بقيء دموي. هنا بقى يبقى احنا وصلنا في هذه الحالة للفشل الكبدي.